حضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، نظم النادي السباق 12 لهذا الموسم والذي أقيم على كؤوس وزارة شؤون الشباب والرياضة، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفا بالصخير. كما حضر السباق سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة، وسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى الخليفة، وسمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة، وسمو الشيخ نوح بن محمد بن سلمان الخليفة، وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة، وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وقد قام سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد بتقديم كؤوس وزارة شؤون الشباب والرياضة إلى الفائزين، هذا وقد اشتمل السباق على 7 أشواط.